السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في باب النفقات، وإن شاء الله أيضا لأن الفصل الباقي قصير ندخل في باب أيضا الحضانة، وهو داخل على كل حال في النفقات. فأسأل الله التوفيق والتيسير، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. الآن هذا فصل آخر بعد أن أخذنا نفقة الأقارب ثم نفقة المماليك، الآن جاء نفقة البهائم الحيوانات، وكل هذا يدل على سمو الشريعة وعلى عنايتها في المخلوقات، كما في الحديث الذي سيأتي في موضوع الهرة، فضلاً عما ينتفع به. والمعجبون بالغرب الذين يقولون إن الغرب لديه جمعيات للرفق بالحيوان، هؤلاء في الحقيقة لديهم نقص علم أو هزيمة نفسية. إن أحسننا الظن قلنا هو نقص علم، وإلا فعناية الإسلام بالحيوان عظيمة جدا. وقد ذكر لي الشيخ عبد الله بن حمود التويجري وفقه الله، ابن الشيخ العلامة الشيخ حمود التويجري رحمه الله، أنه عني بما ورد في السنة فقط جمعا ودراسة عن الأحاديث الواردة في الرفق بالحيوان. يقول: فوجدت عددا هائلا لم تخن الذاكرة، فهو يفوق العشرات، ربما دخل خانة المئات من الأحاديث على اختلاف درجاتها. والشيخ حسب علمي لم يخرج البحث بعد. الشاهد أن يوجد هذه الأحاديث العظيمة، توجد هذه الأحاديث العظيمة، فضلا عما نجده من مضمون الآيات، كله يدل على كمال هذه الشريعة وسموها وعنايتها بهذا الحيوان الضعيف، حتى إنه يوجب على صاحب البهيمة أن ينفق عليها وجوبا، كما أنه يوجب عليه أن ينفق على ابنه وعلى أقاربه حسب ما مضى، وكذلك على المماليك، فهو يوجب أيضا حتى على البهائم. هذه شريعة عظيمة جدا، فالذين لا يرون هذا كما قلت إما أن يكون عن نقص علم وسبب جهل، أو هزيمة نفسية وإعجاب في الغرب. الذين ربما يوجد عند بعضهم عناية بالحيوان، ولكنهم يقتلون البشر دون هوادة، كما هو موجود، كما حدث في العراق، وما هو يحدث الآن في أفغانستان، وما يحدث في اليمن، وما يحدث في الشام، تحت رأي الغرب وبصره. فقتل حيوان في غابة يقولون جريمة لا تغتفر. نعم. وقتل امرئ مسلم مسألة بعد ما جريمة فيها نظر. هذا الواقع الآن 3 سنوات، وفي الشام التقتيل والتحرير، ويضحكون على الناس في قرارات. وعندما نقول هذا فالإسلام قياس الأولى، إذا كانت هذه عنايته بالحيوان كما سيأتي الآن والبهائم، فما بالك بغيرهم. والبهيمة إذا أطلقت، إذا قيل بهيمة، فإنها تطلق تشمل جميع الدواب التي ينتفع بها، يدخل في ذلك كما يؤكل
كالجمل والغنم والخيل، وما لا يؤكل كالحمير ونحوها. لكن إذا قيل بهيمة الأنعام مقيدة فهي تشمل الأربعة التي وردت في سورة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيها الشياه والمعز، إذا قيدت ببهيمة الأنعام. والمؤلف سيمر على هذا بالجميع، ويقصد البهائم عموما سواء من كانت من بهيمة الأنعام أو من غير بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام مما يؤكل لحمه، فبينها الله أيضا في سورة النحل عموم بهيمة البهيمة. نعم، بينها الله جل وعلا كما تعلمون في سورة النحل دون تقييد، فهي أشمل الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهو عد ما يؤكل وما لا يؤكل. الخيل تؤكل والبغال والحمير لا تؤكل، ولكن فيها منافع للناس، فكلها تسمى بها. إذن فالحكم أنه يجب على مالك البهيمة أن يطعمها وأن يسقيها وأن يعالجها أيضا. وسميت بهيمة من الإبهام، أي عدم معرفة لغتها. لا نقول إنه ليس لها لغة، لا لها، بل لها لغة تتخاطب، وكما في سورة النمل كما بين الله جل وعلا: علمنا منطق الطير، وقصة النملة أيضا، قصة الهدهد. سليمان كان عليه السلام أعطاه الله معرفة لغات هذه الطيور وغيرها والحشرات كالنملة، فتبسم ضاحكا من قولها، سماه الله قول، وعرفه أيضا وعلمه سليمان عليه السلام. ولما جاء الهدد أيضا حاوره، نعم، أحطت بما لم تحط، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، فهو يتحدث مع سليمان. فإذا كل نوع من كل جنس له لغة يتخاطب بها، لكن نقول نحن بهيمة لأننا نحن لا نعلم لغتها، فهذا هو الفرق في هذه المسألة. فإذا يجب عليه أن يطعمها وأن يسقيها وأن يعالجها إذا احتاجت للعلاج، لأن كما قلنا سابقا أن العلاج قد يكون أهم من ما يتعلق بالأكل والشرب. أما إن أطلقها بمعنى ترعى، فقد ذكر بعض الأطباء أو بعض الصيادلة أنهم يكتشفون بعض العلاجات من تتبع بعض الحيوانات إذا أصيبت بمرض لها، فإن إذا أصيبت بمرض تأكل من نوع من الشجر لا تأكله في العادة. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فيكتشفون أحياناً بالتتبع أن هذا في نوع من العلاج، ثم ينظرون هل يصلح للإنسان أو لا يصلح للإنسان، لأنه قد يكون خاصاً بالحيوان وقد لا يكون كذلك. وفي عالم الحيوان عالم عجيب جداً، واليوم مع المواقع وغيرها نجد عجباً فعلاً. حتى ذكر أحد المتخصصين في الطرق، يقول: إذا أردنا أن افتتاح طريق في جبل عالي، تتبعنا طرق الحيوانات كالماعز بالذات كيف تصعد الجبل وكيف تنزل، فنجد أنه من أفضل الطرق اتخاذه وهكذا. إذن هو عالم جعل الله له حقوقا، ومن حقوقه أن يطعم لما كان يملكه الإنسان ويحجره، أما ما كان يترك من خشاش الأرض. والدليل من أعظم الأدلة على عناية الإسلام بالحيوان ما ورد في قصة المرأة البغي التي سقت كلبا، تصوروا بغي وتسقي كلبا، ومع ذلك وفي رواية أنه رجل، الشاهد أن الله غفر لها، أن الله غفر لها لأنها سقت هذا الكلب. بعض الناس يقول كلب، يعني لم تسقي بعيرا ولا تسقي غنما، إنما سقت كلبا وهي بغي أيضا، وغفر لها أو غفر له. وكما ورد في الحديث: في كل كبد رطبة أجر. والمرأة كما في المتفق عليه التي حبست هرة
حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، وليك دخلت النار والعياذ بالله، دخلت امرأة النار فيها. بعض الناس لا يبالي ويتصور أنه هذه الجنايات لا أثر لها. أرسل لي أحد الشباب في الأسبوع الماضي مقطعا رأيته اليوم لشخص أهمل الحمام، ويقول أن المقطع منتشر وفعلا لم يسقها حتى مات أغلبها، وتراها كيف ذا بالمقطع حتى تجدها متجمدة يابسة. فهذا نفس الشيء، لم يتركها تطير تأكل وتشرب ولا هو سقاها. نحن ما نتحدث عن صاحب هذا الحمام لأننا لا نعلم عن قصته وما هو سببه إلى آخره، لكن نتحدث عن حالة ترى. حتى جاء رجل وبدأ يسقيها وأدرك عددا منها لم يمت بعد، بل إنه كما قلت خاصة من يحبس الحمامة أو الأرانب أو غيرها عليه أن يعالجها. وهذا باب مهم جدا، وهو من باب الرحمة، لا تتساهل في هذه المسائل، فقد تكون سببا لرحمة الله بك. وأذكر قصة لأحد الأخوة أختم بها هذه النقطة، يقول خرجت إلى ثمامة أنا أولادي في يوم الذي لا يخرجون فيه الناس قبيل المغرب، فيقول أن وضعنا الأكل فإذا أكرمكم الله هناك كلب يقول مرهق متعب، يقول جئنا له بماء فشرب، كان لا يستطيع أن يمشي في حر الرمضاء في الرمال هناك، يقول ثم جئنا له بطعام من أفضل الطعام الذي معنا، يقول فلم يأكل شيئا، يقول فاكتشفت أنه مريض، يقول فحزنت، يقول أردت وهو طالب علم، يقول أردت أن أرقيه فترددت هل يرقى الكلب. يقول سبحان الله وجدت فتوى بعد ذلك، اهتميت بالموضوع لشيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله أنه يرقى كما أنه في كل كبد رطب أجر. واستدل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وفيها من الحيوانات المنوعة هذه الجنة، فاستنبط منها أنها ترقى، يرقى الكلب وغير الكلب، فلا حرج من رقيتهم بالآيات أو بالدعاء أو غير ذلك. فالشاهد يقول جلست والله فترة لم أنسى هذا المشهد وتمنيت أني وهو كلب، لا مانع والجوب للرحل فضلا إذن عمن، إذا كان هذا في هرة حبستها دخلها، كيف بالذين يحبسون الخلق؟ كيف الذي يضيع أولاده الحقيقة؟ كيف بالذي لا يعطي الناس حقوقهم؟ كيف قناة تترتب أسئلة كثيرة، ما هو أعلى مقاما من الكلب أو من الهرة أو غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في حديث رواه أبو داود وصححه رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، في رواية من يعول أو من يملك قوته، وهو صحيح صححه الألباني، فهو مسؤول عنه، كفى بالمرء إثما. فإذا كان إنسان عنده حيوان وأهمله فإنه يرتكب هذا الإثم، لأن قوته عليه كما في بابنا هذا على هذا الحيوان. ومن حقوق الحيوان كما تعلمون أنه لا ينفر صيدها، فضلا عن أن يقتل في الحرم لا ينفر، أما لا يقتل فالأمر واضح فيه. نعم، في داخل الحرم، أما المحرم فإنه أيضا لا يقتل الصيد سواء في داخل الحرم أو في خارجه، لكن في داخل الحرم فإنه لا يقتل حتى للمحرم ولا غيره ولا ينفر. اسمحوا لي بعض الإخوان ربما في موضوع الآن الحمام القريب من الحرم، بعض الناس يتعمد تنفيرها، المفروض أيضا أن نربى الأولاد الصغار على عدم تنفيرها تربية على الشرع. فإذا كان وصل الأمر إلى هذا الأمر في الشريعة إلى أن هذا الطير لا ينفر لا يزعج. نعم، ويقول أحد الإخوان مع الفارق، لكن هذا طبعا جهل وضلال، بس ننظر الفارق، يقول كنت في الهند فإذا السيارات واقفة كلها، يقول أنا زيارة للهند ذهب، ما السبب؟ يقول في بقرة نائمة في وسط الطريق، وهؤلاء هندوس يعبدون البقرة لا يحركون حتى تقوم تمشي.
طبعا هذا لا شك كفر وكفر وجهل وضلال، لكن هناك نصوص صريحة بعدم تنفير الطير فضلا عن قتله، ومع ذلك تجد بعض الناس لا يبالي في تنفيره. إذن هذه شريعتنا، شريعة فيها الكمال والعز والفخر والرحمة، وهذه الرحمة التي تكون في قلب الإنسان لهذا الحيوان من باب أولى أن يكون في رحمة على الخلق، في رحمة على أولاده، على أقاربه، على الناس، على الضعفاء، على المساكين، على من تولى ولايتهم، سواء كانت ولاية قصيرة أو طويلة. فهذه مسألة عظيمة جدا وقفت عندها لأهميتها ولتساهل الناس في مثل هذه المسائل، بينما نصوص الشريعة واضحة جلية والله أعلم. فإن امتنع أجبر، أي أجبره الحاكم لقيامه مقام الممتنع من أداء الواجب كقضاء دينه. نعم، إذا امتنع يجبر، لاحظوا كيف يصدر حكم شرعي بأن ينفق على هذا الحيوان، يجبر عليه أو كما سيأتي في بعد. ومن ذلك قلت لكم أيضا يركز على قضية العلاج ما دام قد حبسه. نعم. فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل إزالة للضرر عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة، وإضاعة المال منهي عنها. نعم، إذا أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها لمن يقوم بشأنها كما قلنا سابقا في موضوع المماليك إذا باعهم، أو ذبحها إن كانت تؤكل. هذه مسألة، هل تذبح البهيمة إذا كانت مريضة؟ هذا سيأتي بعد قليل، أتركها في حينها لأنها ستأتي. لكن هنا يقول إنه إذا كانت تؤكل وإن كانت طيبة ليس فيها مرض، فيخير بين هذه الخيارات، إما أن يبيعها أو يؤجرها على من يقوم بشؤونها أو يذبحها إن كانت تؤكل. كل هذا كما قلت، المهم القاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث تكرر معنا مرارا وهو من القواعد الكبرى في الفقه، فهو صحيح، فأنه لا بد أن يدفع الضرر عنها بأي طريقة والله أعلم. ويحرم لعنها، لحديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة ناقة فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، فكأني أراها الآن تمشي في الناس لا يعرض لها أحد. وحديث أبي برزة رضي الله عنه لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، رواهما أحمد ومسلم. نعم، الحديثان صحيحان رواهما أحمد ومسلم. وهكذا يحرم لعن الدابة، إذا كان يحرم لعن الدابة فكيف بلعن المسلم؟ لأن هذا الباب تساهل فيه الكثير، وبعض الشباب هداهم الله تجدهم زملاء وأصدقاء ويتخاطبون بلغة اللعن، لأنه تعودت ألسنتهم كما قلت في الدرس الماضي على هذا الأمر. ويجب أن ينتبه الإنسان لخطورة اللعن وآثاره، فإذا كانت دابة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها في هذه الناقة خذوها وما عليها ودعوها فإنها ملعونة. هنا قد يأتي سؤال، طيب لو أن إنسانا لعن دابته هل يجب عليه أن يسيبها؟ الذي يظهر لي ويترجح في هذه المسألة أن الأمر يختلف، فنقول هذه إما لأنها قضية عين، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجوداً مع هذه القافلة والله أعلم. لكن لو لعن إنسان يأثم لا شك في ذلك، لكن لا يقال له لا يجبر على تسييبها، هذا الذي يظهر لي من خلال المسألة، ومن وجد خلاف ذلك فأستفيد منه. لكنه يبقى أنه يحرم لعن الدابة فضلاً عن غيرها. نعم. وتحميلها مشقاً لما في ذلك من تعذيب الحيوان والإضرار به. نعم، هذا كله صحيح، لأن هذا لا يجوز أن يحملها ما يشق عليها، لكن استخدامها فيما غير ما خلقت له كسيأتي إن شاء الله. نعم، تفضل. وحلبها ما يضر ولدها، لأن لبنها مخلوق له أشبه ولد الأمة، ولعموم حديث لا ضرر ولا ضرار. هذا هو الأصل، أن اللبن لابنها لولدها، لكن إن زاد يؤخذ. بعض الناس يحجزونها عن ابنها ثم يحلبونها ولا يدعون للابن شيء، وهو قد يكون لا يأكل وما يكفيه الأكل، وهذا ما يجوز، هذا فيه إضرار صريح، والآن يفعل كثير منهم ذلك.
إذا انتهوا من حلبها وأخذوا ما يريدون أطلقوها لابنها، والمفروض العكس بعد أن ينتهي الابن. بل إنهم والعياذ بالله، يعني أنا أقول والعياذ بالله لأن أعتبره إثم، إذا أرادوا أن يحلبوها وخشوا أن لا تدر جاءوا بابنها، فإذا شرب قليلا طردوه وحلبوها ليشربوهم. وهذا الحقيقة فيه قلة رحمة، يعني خاصة أنه قد لا يجد الكفاية، أما لو أنه يجد بعد ذلك الكفاية فهم الآن جاءوا به من أجل أن تدر أمه له، لأن قد لا تدر لبعض بعض النياق وبعض البهائم لا تدر للرجل، فإذا حلبها جاء ابنها ودرت حلبوها وطردوا الابن قبل أن يشبع وقبل أن يتهنأ فيما أكل. هذا كله أحيانا بعض الأمور يتساهل فيها الناس، والشريعة اعتنت بها. ومرة أخرى هذه مقاييس مهمة جدا، إذا كان هذا في حقوق الحيوان فما بالك بحقوق الإنسان، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. نعم كفى به إثم، يعني إثم عظيم جدا. هذا واقع الآن عند كثير من الناس، يضيعون أبنائهم، يضيعون زوجاتهم، يضيعون من يملكون حقوقهم. أحد الأخوة سألني قال إذا وجب على الإنسان أن ينفق على قريبه هل يجوز أن يعطيه من الزكاة؟ لا، لا تعطيه من الزكاة، هذه وقاية لمالك، هذه وقاية لا يجوز. هذه مسائل في الزكاة أيها الأخوة يجب أن ننتبه لها، متى ما جاءت التهمة فلا تحل الزكاة. وحتى لو أعطاك أحد زكاة فالعلماء يقولون إذا كان محل التهمة فلا يأخذ منها هو أصلا، ولا من أقاربه من هو ينتظر منه مال مساعدة. المسألة فيها تفصيل، ليس هذا حتى لا يفهم كلامي بإجماله. أما أن يكون واجب عليه أن ينفق على قريبه بالشروط التي مرت ثم يعطيه من الزكاة، هو ما أنفق عليه، إنما من لا يجب عليه أن ينفق عليه لمانع من الموانع فلا شك يعطيه من الزكاة، لا إشكال. قد يكون أخ وقد يكون ابن عم وقد يكون، لكنه مما لا يجب عليه النفقة بالضوابط التي مرت معنا قبل فصلين. أما إن كان واجبا فلا يجب، كيف يعطيه من الزكاة؟ أما الصدقة فتختلف، الصدقة بابها واسع لأنها تبرع، الصدقة هي في الحقيقة تبرع، لكنها قالوا أضيق شيئا من باب التبرع، لكنها ليس الزكاة. وقال الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات، المراد بها الزكاة هنا، أما الصدقة العامة فهذه بابها أوسع، ويعطيها من أقارب أو غير أقارب، والله أعلم. نعم. وضربها في وجهها ووسمها فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه، ذكره في الفروع. نعم، الحديث رواه مسلم، ثم خرج عندكم الحديث رواه مسلم، وكل هذا ضربها في وجهها ووسمها. نعم، لأنه لعن من وسم أو ضرب الوجه ونهى عنه. والناس الآن قلت لكم في الأسبوع الماضي هناك من يضرب طلابه ويضرب أولاده مع وجوههم ومع خدودهم، وهذا في الوقت الذي فيه منهي عنه. أعرف هناك بعض، أو بلغني بعبارة أدق، أن هناك من انحرف وجهه بسبب ضرب، ضربه أب أو مربي أو معلم أو أخر. فالضرب الوجه لا يجوز، إذا كان هنا لا يجوز أن تضرب البهيمة في وجهها، البهيمة لا تضرب في وجهها لا بالعصا ولا باليد، فكيف يضرب الإنسان أيضا المسلم أو ابنه أو الصغير، والله أعلم، أو مملوكه. ومر معنا أن ضرب المملوك كفارة ذلك أن يعتقه كما في عدد من الأحاديث، وفي حديث معاوية بن الحكم. فإذن كفارة أن يعتقه إذا كان مملوكا. طيب إذا ضرب ليس بيملك حر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أمهاتهم أحرارا، فالضرب بدون حق بوجهه ولا بغير وجه ما يجوز، فكيف بالوجه؟ نعم. وذبحها إن كانت لا تؤكل، لأنه إضاعة مال. هذا الآن مسألة، وذبحها إن كانت لا تؤكل. الآن عندنا مسألة، البهيمة إما أن تكون أصلها يؤكل لكنها مريضت، وإذا مريضت لا يصلح أكلها، خلاص تكون مريضة. ولذلك الآن في أطباء في بعض محلات الذبح الغنم أو غيرها، أطباء بيطريين يمنعون من ذبح المريضة أو يأخذونها،
لأنها تكون مريضة، وأحيانا يأخذون بعض أعضائها يكون فيه مرض ولا يضر الباقي. فإذا كانت مريضة ماذا يفعل؟ قلنا إما أن تكون من أصلهم مما يؤكل، أو تكون ما لا يؤكل كالحمير والبغال وغيرها. فبعض العلماء يقولوا إنها تذبح إذا كانت مما يؤكل، عاد سواء أكلت لنفعها أو ترمى، ولأن بقاءها قالوا فيه تعذيب لها أو إضاعة للمال. يعني لما تعلفها وهي مريضة وقد يكون شفاؤها صعب، هذا في إضاعة للمال، في ضرر من وجه آخر، فتذبح. وهناك طبعا قول بأنها لا تذبح، وخاصة إذا كانت لا تؤكل. وهناك عندنا أذكر هناك من يقول لست أرحم من الله بها، فدعها سيبها، هذا قول لبعض العلماء. ولكن القول الصحيح أن يتخلص منها، إذا وجدت بهيمة أو بهيمة بالإطلاق اللي قلنا قبل قليل، لا أخذ بهيمة الأنعام، ولاحظت أنها مريضة جدا، قالوا تذبح أو تقتل، القتل غير الذبح طبعا. فهذا قول قوي، لأن بقاءها فيه ضرر ظاهر عليها، وأيضا معالجتها ربما، وربما يكون في ضرر آخر، وهذا القول هو الأقوى أنها تقتل، وليس كما ورد عن بعض العلماء أنها لا تقتل بباب أن الله أرحم بها، من رحمة الله بها أن تقتل وتنتهي، ولا حرج في ذلك. نعم. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له، كبقر لركوب وحمل، وإبل وحمر لحرث، لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن، وهذا منه كالذي خلقت له، وبه جرت عادة بعض الناس. وحديث بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت إني لم أخلق لذلك، إنما خلقت للحرث، متفق عليه، أي هو معظم النفع ولا يلزم منه منع غيره. هذه مسألة أخرى الآن، يعني هل يجوز أن تستخدم مثل بقرة للركوب، أو بعض الغنم تحمل بعض المتاع؟ الصحيح نعم، بس بشرط عدم المشقة وعدم الضرر. قالوا أما هذا الحديث فإنه يحمل، قالوا، على محمل معين، أن هذا الرجل ركبها وهي لا تتحمل الركوبة، لأن البقرة في الركوب ليست كالبغل أو الحمار أو الخيل أو الإبل. إذن قالوا هي محتملة. وبعض العلماء قال لعل العرف عندهم ما كانوا أيضا يركبون البقر كما هو موجود عندنا، نحن عندنا لا يعرف ركوب البقر، بل إننا لا نعرف في منطقتنا إلا فقط إما للحلب أو للإنتاج أو للحم، هذا كذا البقر، لكن في مناطق أخرى يحرثون عليها، وكما في نص الحديث نعم لا حرج في هذا. فالشاهد أنه يجوز أن تستخدم البهيمة، ما نقول لغير ما خلقت له، لأنه لو قلنا ما غير ما خلقت له خطأ، لكن نقول لما عرف عند الناس. فقول يجوز استعمال في غير ما خلقت له يقصد في الأعم الأغلب كما أشار في الأخير، وهو معظم النفع. واستدلوا بقوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، فأطلق ولم يقيد المنافع. وقوله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فاستدل العلماء بهاتين الآيتين وأمثالهما على أنه يجوز. قد يقول قال طيب هل يمكن، كيف أحمل على الغنم؟ لا، لو إنسان معه متاع وقسمه على عدد بسيط، يعني هذه بطانية وهذا يثير وضع على الغنم، لا يضرها إطلاقا، لا يضرها، فلا يمنع. ما يأتي أحد يقول لا حرام، فقط إنما هي للأكل أو للصوف أو للحلب أو نحو ذلك، لا حرام، بس شرط، هذا شرط دائم للبشر ولغيرها، عدم الإضرار وعدم المشقة كما مر معنا سابقا. فما رجحه المؤلف صحيح، أنه لا يمنع أن يستفيد منها، في كما أيضا في سورة أيضا النحل، في أول سورة النحل بين الله سبحانه وتعالى عدد من المنافع ثم أطلق، ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. فيجوز الانتفاع من هذه البهائم في عموم ما عرف فيها، وكذلك في شيء آخر لا يضرها، والله أعلم.
Mm-hmm.